نعم لينا، في الحقيقة الحكومة البريطانية حظرت الطيران الروسي الرسمي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، لكن ما فعلته اليوم هو توسيع دائرة هذا الحظر حتى يشمل الطيران الذي هو مسجل في دولة ثالثة غير روسيا وغير بريطانيا، ولكنه تم استئجار الطائرة من قبل أشخاص روس أو شركات روسية. هذا الطيران تحديدا، هذه الطائرات المستأجرة من قبل الروس عن طريق دولة ثالثة، سوف يتم حظرها وسوف يتم التعامل مع المستأجرين وأصحاب الطائرات على أساس أنهم ارتكبوا جرائم ويجب محاسبتهم بالقانون. هذه جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن، إضافة إلى الغرامة المالية، وهي سوف تنطبق على جميع الذين يمكن أن تثبت عليهم هذه التهمة إنجاز التعبير. ولكن الفكرة الآن هو كيف يمكن أن تأكد من أن هذه الطائرة استؤجرت لأشخاص روس أو شركات روسية. وهنا تجيب بعض المصادر المطلعة إلى أنه ليس فقط الطائرة سوف يتم تتبعها عن طريق الرادار، وإنما هناك يجب أن يكون تحريات استخباراتية للتأكد من عقود استئجار هذه الطائرات لصالح الأشخاص الروس أو الشركات الروسية. الحكومة استطاعت أيضا توسيع دائرة هذا الحظر ليس فقط ليشمل الطائرات الخاصة المستأجرة عن طريق الشركات أو الأفراد الروس، وإنما أيضا هناك حظر الآن على توريد جميع التكنولوجيا المستخدمة في الفضاء والطيران إلى روسيا. هذا الحظر سوف يضعف من وجهة نظر الحكومة البريطانية صناعة الطيران والاقتصاد الروسي بشكل عام، وسوف يضاف إلى سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا منذ بداية الأزمة. إذن الآن لدينا حظر على الطيران الرسمي الروسي، ولدينا حظر على الطائرات الخاصة التي تستأجر من قبل الشركات والأفراد الروس استخدامها في الحضور إلى بريطانيا. وهناك أول حادثة سجلت اليوم هي قيد التحقيق لطائرة مسجلة في لوكسمبورغ، ولكن يعتقد بأنه هناك شخص روسي، رجل أعمال روسي، تم استأجر هذه الطائرة وحط في أحد المطارات الخاصة في بريطانيا. وبالتالي حتى هذه المطارات الخاصة لن تكون خارج دائرة العقوبات الحكومية للطيران المستأجر من قبل روسيا، وسوف تكون قيد المراقبة حالها حال كل المطارات الكبرى والحكومية المعروفة في المملكة المتحدة.